خلينا نروح لفقرة نمبر 1 قبل ما اختم مع حضراتكم الحلقة، وهنشوف بقى انتوا هتقولوا مين يعني افضل لاعب في مباراة الاهلي وسان جورج، امام عاشور ولا حسين الشحات ولا مروان عطية؟ كابتن احمد امام عاشور. يعني الاثنين يا فاروق حسين، انت خبرة في البرنامج. امام عاشور ماشي. افضل لاعب في الاهلي بالبطولات القارية، ابو تريكة، خطيب، عماد متعب، كابتن ابو الدهب. ابو تريكة كابتن خطيب. ماشي. البطولة الأصعب في تاريخ الأهلي الأفريقي، 2006 صفاقسي ولا 2020 الزمالك ولا 2023 الوداد؟ كابتن أحمد. أنا شايف طبعا عشان مباراة الأهلي والزمالك 2020 لكن من وجهة نظري الوداد. الوداد السنة اللي فاتت السنة دي حاجة كانت صعبة قوي يعني. خلي بالك هم الثلاثه اصعب من بعض. انا بتكلم على الشديد، عشان خلي بالك عشان دي مباراه تاريخيه اللي هي بتاعت القاضيه. كلهم مباراه نهائيات طبعا، كل دول ودوا كاس العالم انديه والزمالك عشان مش هتتكرر كتير يا فاروق. الثلاثه ودوا كاس العالم انديه كذا مره، انت الواد ولعبت الوداد كتير والصفاقس، لكن انا بتكلم على الزمالك. الاهلي والزمالك ما تجيش غير بس انت هو ده بيقول لك الثلاثه ودوا كاس العالم الانديه. لا القاضيه والزمالك. ايوه طبعا. ايه واخترت مباراه الوداد؟ قول يا كابتن ابو الدهب. انا قلت الزمالك. الزمالك طيب. افضل لاعب في جيل التسعينات يا كابتن عمر، بدايه ليك، كابتن علاء ميهوب، كابتن هادي خشبه، كابتن حسام حسن. حسام حسن. ابو الدهب. علاء ميهوب. ماشي. ولا علاء، كابتن علاء برضه في الثمانينات ما لحقش. بس انت ازاي انت جايب كابتن علاء مع هادي خشبه مع فرود؟ لا ما كابتن علاء ما لعبش التسعينات. ازاي ما لعبش؟ لا لعب اول التسعينات. اول التسعينات بس ده ما جاش زي ده على فكره. المفروض ما فكره من اللعيبه اللي مش واخده حقها. طيب لا ملحوظه برضه، لان برضه كابتن علاء ما لعبش. كابتن علاء لعبش بالظبط كده. هو مشي بس احنا اتفرجنا على مشي 91 ما هو مشي مع الجيل من الاهلي. مش 92 اهلي السنه بس راح الاولمبي. راح الاولمبي ما لعب سنه واحده بس. لا ما لعبش. كابتن علاء لو اتحط في مقارنه لعيب كبير، بس في التسعينات كابتن حسام حسن طبعا. طيب اكتر لاعبي الاهلي نجاحا في الاحتراف، كابتن هاني رمزي، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن محمد عمر العمره. هاني رمزي كابتن مجدي. بص كويس يا رب بيرقص ما سمعناش. والعمره برضه خلي بالك. كابتن هاني رمزي. لاعب كنت تتمنى استمراره في الاهلي الموسم ده؟ علي لطفي، عمار حمدي، محمد شريف. ابو الدهب. محمد شريف ماشي. افضل اداء فنيا كان مع مين من المدربين؟ مانويل جوزيه ولا فايلر ولا كولر؟ احمد. مانويل جوزيه فايلر. ماشي. كل واحد له وجهه نظر. لا ده طور اداء لعيبه كتير جدا. كان تيم كامل ما فيهوش غلطه مع مانويل جوزيه. طيب هو فايلر كولر ما معاه فرقه جزء من اختياره كبير، بس في شكل الكره بتاعت النادي الاهلي، ونفس الكلام لفايلر. هو فايلر عامل ايه؟ الفترة اللي لعب فيها أخذ الدوري قبل ما الدوري يخلص بكتير ومشي يعني. الراجل الموسيماني جه يكمل. انت واخد بالك يا رؤى اللي موجودة بالنسبة